النهارده بدون مجامله استاذ جيل كامل من الصحفيين. انت بتتضايق عامه من الانتقادات وان هما بيوصفوك بلقب ملحد او الحاجات دي؟ ليه رفضت تكتب اسمك على سيناريو فيلم السادات؟ لو لا قدر الله يعني في قاتل قتلني انا مش عايزه يتعدم، لان انا ضد حكم الاعدام. ازاي ترد بتقول لي ما تبقاش صاحب رقبة معها يعني؟ حضرتك تعرضت للسرقة؟ أنا أول مرة اتسرقت اتنشلت في أتوبيس وكان شيء من السخف. كان زمان أيام ما كانت البنطلونات اللي الواحد بيلبسها لها جيوب من هنا كده، فالمحفظة واشتراك القطر واشتراك الأتوبيس، كانت ليلة سودة. يعني تصدقي إنه أكتر يعني أكتر حادثة سرقة أثرت فيا مالياً هي حادثة السرقة اللي اتسرق فلوس قليلة قوي مني. يعني بينما أنا سرقت ويعني من بعدها ونصب عليا من بعدها كثيرا في أرقام كبيرة، ومع ذلك ما كانش مؤثرة زي المبلغ اللي اتنشل مني يوميا. عشان المبلغ الصغير ده ما كانش فيه غيره، مش كده؟ قيم الاحتياج مش الكسرة هو اللي عليها القيمة. بس هو أنا بتكلم على الفترة اللي فاتت، مش على يعني على المدى الطويل. اه يعني مش ماضي بعيد، حاجه قريبه لسه الايام اللي فاتت. والسبب ده فيه تفكير كتير جدا. ما اعرفش هو الماضي القريب او الايام اللي فاتت دي معيارها ايه، لكن انا انا طبعا اتسرقت يعني واتنصب عليا، يعني نصب خلى مراتي تقولي ما تخشش ابدا في اي شغل تاني. تقدم برنامجك وتروح تكتب كتابك وتنشره وخلص الموضوع على كده. أنا عايز أقول يعني حالة الحب اللي دايرة يعني ما شاء الله، ربنا يخليكوا لبعض يا رب يا رب، ظاهرة جدا في الكروت الحمد لله. يعني عايز أقول على حاجة، معلش، هي ظاهرة جدا في الورق ما خطرش على بالك خالص في تاريخ العلاقة كلها من أولها لأخرها أنه يحصل يعني خيانة ولو بالمشاعر. حتى شايفة أنها مرقباك طول الوقت، ده حاصل ولا إيه؟ لا، أي امرأة لديها حدس وحس هائل يعني واستشعار عن قرب وعن بعد، فنحن مطمئنون تماما الحمد لله. الشيطان أو الكارت الأم ده. الكارت ده بيقول إن في سحر، في سحر اسود واسود، وبيقول إن هو تعويض عن كارما، حاجة حصلت ممكن في الحياة دي ممكن في حياة سابقة. وكمان نقدر نقول تربص. يعني والله ممكن يكون في حياة سابقة. حياة دي هو تربص ظلامي أكتر يعني. خلينا نقول الكروت نازلة كتير قوي، فيها كلام كتير قوي يا أستاذ إبراهيم بصراحة. يا سلام، ده يعني ده الكروت مليانة بلاغة، يعني حالة من الصمت حضرتك عايز تدخل فيها، يعني أنت عايز تدخل قوقعتك مش عايز تخرج منها خالص. تاني يا سلام، ناس قاعدين ومسكين كيس الحب، يعني حالة من الرومانسية جميلة جدا. الطارود بقى ناوي يعني يحسدنا كده. في مشروعك الجاي حاول تسمع صوت عقلك وقلبك، امسك على ايدك في الفلوس شوية، لانه الفترة اللي جاية في مبلغ كبير جاي، تمام، لكن مطلوب من حضرتك تمسك ايدك شوية على الفلوس. تعرف دايما انا ومراتي بنتميز بان احنا في الفلوس يعني ابله من بعض. في حاجة كانت تعباك جدا نفسيا الفترة اللي فاتت وهيحصل منها تشافي يا رب.
يعني إن كان في حاجة تعباني الفترة اللي فاتت نفسية ففعلا يعني اللي هو من باب القلق والأرق. طبعا فيش شك فيش حد في إنسان في الدنيا يخلو من قلقه وأرقه يعني، إنما التسهيل عن ربنا يا رب يا رب هتتعافى وهيحصل تشافي وهتكون مبسوط جدا لأن في مفاجآت كتيرة قوي حلوة. هندخل على رسائل ملائكة التوأم الشعلة وهنشوف مشدينك الروحانيين عايزين يقولوا لك إيه. أستاذ إبراهيم محتاج ترفع عن نفسك شوية وتنطلق يعني ممكن تكون كنت مقفول الفترة اللي فاتت، لكن مشدينك الروحانيين بينصحوك إنك تاخد أجازة شوية وترفع عن نفسك. والله مفهوم الترفيه ده أنا ما بحبش السفر، فالسفر مش ترفيه بالنسبة لي. أنا أعظم لحظات حياتي طمأنينة وسلاما وأمنا إن أنا أقعد قصاد البحر وقاعد أقرأ في كتاب. فيعني إن كان على السلام فده طريقي إلى السلام. هو مطلوب بحاجة تتواجد في الطبيعة، فأعمل اللي تحبه يعني الطبيعة تأتي بالشفاء والمعجزات دائما. فحاجة أعمل اللي تحبه بس المهم لازم تغير المكان. أقعد في جنينة بيتنا طول الوقت في اليومين الجايين دول. تمام. انظر فيما وراء الخيال يوجد حياة أعمق من البعد المادي. صحيح صحيح، حياة أعمق من ذلك بكثير. طيب دي ملائكة الرومانسية، هنشوف هتقول لنا إيه. التعلق بشخص، الارتباط الشديد بشخص يؤثر على حياتك العاطفية. لو الحياة العاطفية المقصود بينها الحب أو المقصود بها العواطف عموما، فأنا متعلق بولادي جدا وتعلق هش كده، يعني أقصد يخلي فيه هشاشة عاطفية كده، ده المقصود. إنما لو مقصود علاقات حب فأنا محب طول الوقت، يعني وطول الوقت في حالة حب مع الناس اللي أنا شايفهم موضع يعني إعجاب وتقدير وإيمان بقدراتهم وإيمان بفنهم وإبداعهم بدورهم في الحياة. هي بالفعل هو بيتكلم عن الأولاد وأكتر حاجة. قريبا جدا، فكر بتأني وقرر ما تريد بوضوح حتى يأتي إليك الآن. جميل. طب ناخد نصيحة من القمر؟ أرجوك حد يطول القمر ينصحه يعني؟ القمر بيقول ما الذي تحتاج أن تحرره؟ العقل، وحرر العقل من قيوده يا قمر. الرسالة الثانية للقمر بتقول آمن بأحلامك. طبعا طبعا، يعني دي نصيحة يعني طليق بقمر، وفعلا لازم نؤمن بأحلامنا أيا كانت أحلامنا صغيرة أو كبيرة. لكن أنا مش عارف، عندي إحساس يا قمر إن أنا حققت أحلامي، فبقى عندي مشكلة إنه كل ما تصورت وتمنيت وطمحت إليه تحقق، لكن فبقيت الأحلام بقى أحلام تقليدية جدا، يعني أحلام الصحة، أحلام عيالك يكبروا في أمان، يعني فبقيت أحلام بقى اللي هي أحلام يعني البشرية كلها. هو لو حاجة خدت بالك إن الكارت ده كارت الهلال، ففي دي أحلام جديدة بتتولد. يا سلام. النصيحة بتقول إنه آمن كمان بالجديد. حاضر، يعني سأحلم أحلاما جديدة كي يعني أسعى لتحقيق هذه الأحلام الجديدة. آخر رسالة وجميلة جدا، أنت وأحبائك بأمان. الحمد لله، يعني ده تفاؤل جميل، طاقة إيجابية لطيفة، ده بيرد على القلق اللي جوه حضرتك. وعلى الأقل بيطبطب عليه، يعني ممكن ما يكونش رد نهائي بليغ يعني، لكن بيطبطب عليه، وده كلام جميل جدا. شكرك أستاذ إبراهيم، نورتني. أشكرك جدا بجد، شاكر جدا وممتن. أنا ممتنة جدا جدا إني قابلت حضرتك. أنا اللي ممتن للحظات الجميلة دي، أشكرك جدا. بعد الفاصل هتكمل مع أسماء بإذن الله. طبعا
تلقيت تهديدا بالقتل من مجموعة حازم أبو إسماعيل في ألترس الزمالك كده أهو. هل تواصل معاك حد من علماء الأزهر بعد أزمة تصريح حضرتك في الإسراء والمعراج؟ أنا اللي هسأل هما اللي يسألوا. في اختراق إخواني لجماهير الأهلي كده قولا واحدا. أستاذ إبراهيم، قدامك 5 كروت، كل كارت مكتوب فيه كلمة بحبر سري. يعني من التاروت إلى الكروت وحبر سري مرة واحدة. هتختار 3 كروت من الخمسة، هتفتح الكارت وبالحبر السري ونشوف الكلمة اللي هتطلع لك إيه. إذن لنرى. طب اختار التاني والتالت جنب بعض. فعلا؟ مش هنفتحهم مرة واحدة؟ واحدة بس اختار. يعني نشيل بقى نفتح الأول. الأول الأول ده الجواسيس كانوا بيهم مضطربين جدا هما بيطلعوا الحين. ناقص موسيقى رأفة الهجان بقى العظيمة. عمار الشريعي تعرف انه تهاجم هجوم فظيع واتهامات رهيبة على الموسيقى المذهلة الرائعة اللي عملها دي. صدقي ولا خس واخد من مزيكا اللي لحن يهودي اسمه عصفور على السطح. عصفور على السطح. وطبعا الله 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 شفت الله دي جميلة قوي الحكاية. ايه رأيك؟ لا وكمان العنوان الانتماء. الانتماء سؤال الانتماء بيقول لحضرتك انت مش مذيع رياضي ومع ذلك قررت تهاجم جمهور الاهلي ليه؟ لا عاش ولا كان اللي هاجم جمهور الاهلي. ازاي تهاجم جمهور الاهلي؟ يعني بتهاجم يعني الشعب المصري بقطاع واسع جدا منه؟ لا طبعا لا يمكن. انت بتهاجم المتعصبين والتعصب، بتهاجم المغرضين واللي عايزين يعملوا فتنه حقيقيه بين الجمهورين الزمالك والاهلي، انما لا يمكن تهاجم جماهير. يعني ايه تهاجم جماهير؟ تهاجم بلدنا يعني؟ ما هو مصر عباره عن الاهلي والزمالك، فمستحيل. وتهاجم ناس اصدقائك واحبائك وجيرانك واخواتك منين؟ يعني من هو المجنون المختل الذي يمكن ان يهاجم جماهير كده؟ يعني انت بتهاجم تصرفات سلوكيات قطاع متعصب من الجمهور، وبتهاجم بمعنى انك بتنتقد علشان كمان يعني يرتدع او يراجع نفسه او يفكر فيما يفعل، انما مش بتهاجمه حتى على بشكل مطلق يعني. انما جمهور الاهلي فوق راسي زي ما جمهور الزمالك، زي جمهور الاسماعيلي، جمهور المصري، زي كل جماهير مصر. العكس، احنا حب شديد لكل جماهير مصر كلها. لكن لو يجي يتكلم في الرياضه، في اختراق اخواني لجماهير الاهلي كده قولا واحدا. وفي معنى جماهير الاهلي بس ما انا هكمل. وفي اختراق سلفي لجماهير الزمالك، وده امر من المؤكد بالنسبه لي انه في جهات واجهزه رصده ده بقوه، استخدام الاخوان لجمهور جوه الاهلي وغالبا ألترس الاهلي في الهجوم على البلد، محاوله احداث فتنه. نفس الحكايه عند الزمالك، جماعه حازم صلاح ابو اسماعيل يا استاذه أسمى كانت مخترقه ألترس الزمالك تماما. طب انا اقول لك حاجه، انا من ضمن اللحظات المهمه في حياتي بعد ما حكم الاخوان مصر، ان انا تلقيت تهديدا بالقتل من مجموعه حازم ابو اسماعيل في ألترس الزمالك كده اهو، بما فيه احنا عارفين انه زملكاوي، بس قول له ان احنا كذا كده بوضوح. فانا بقول لك اختراق حقيقي، لانهم عارفين ايه الجماعات الدينيه والاسلاميه دي، عارفين عارفه ان جمهور الكوره شاب في الغالب، جمهور شاب عاطفي بدليل بيحب وقابل للتعصب، حركي
يعني ممكن تستفزه بسرعة ويتحرك بسرعة، وغرائزي لأنه لسه الناس ما نضجتش، فبيستغل كل ده مجموعة العواطف والمشاعر المتأججة والسن الصغير في إنه يغذيه بأفكار بقى الدينية بتاعته والأفكار السلفية بتاعته، فده خطر شديد للغاية. إنما أما بقى مثلاً إنك تهاجم تصرفات أو سلوك أو قرارات تاخدها إدارة الأهلي فتبقى بتهاجم الأهلي، أو إدارة الزمالك فتبقى بتهاجم الزمالك، فده كلام يعني لجان إلكترونية بقى، يعني ده مش كلام عاقل. لحد دلوقتي لسه بيستخدموهم؟ طبعاً لحد دلوقتي. لمصلحة إيه؟ مصلحة نشر كراهية وبس فتنة جوه المجتمع. هو أنت علشان تعملي أي حدث في مصر لازم تلعبي على أنك تخلقي كراهية وفتنة وصراع وحالة عدوانية وعنف. طب تخلقيه إزاي؟ من خلال التوجه للأفراد المهيئة لده. طيب وفي نفس الوقت تبقى عامل مناخ للعنف والعدوان. أنا بشوف الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، أهلي وزمالك الجمهور المتعصب على وسائل التواصل الاجتماعي ده، حالة من الكراهية عمرها ما كانت موجودة. وأنا بقول لك أنا عمري 57 سنة وبشجع الزمالك يعني يجي من 50 سنة، فمش مترفع عن الكورة، أنا يعني طول الوقت جوه ورئيس تحرير من عمري 30 سنة. كل الصحفيين الرياضيين في مصر اللي تعرفيهم واللي ما تعرفيهمش 80% من اللي بيقدموا برامج رياضية في مصر اشتغلوا معايا، رؤساء أقسام رياضية أو صحفيين رياضة في مصر، في الجران اللي كنت بشرف أو المشروعات الصحفية اللي كنت بشرف برئاسة التحرير، فكلهم زملاء وإخوات. أقدر أقولك إن دي أسوأ وأوحش وأخطر وأفدح وأحط فترة للوسط الرياضي في مصر. معقول؟ تماماً. أنت بتسمع دلوقتي من الأهلاوية يقولك الزمالك نادي الدولة والدولة الزمالك، ده كله كلام إخواني رددوا الإخوان، زرعوا الإخوان، مستخدمين ومستغلين عواطف الجمهور الأهلي في لحظة يعني تراجع، إنه ما خدش بطولة الدوري سنتين، إنه عروضه مهزوزة، إنه فيقوم لا أنت مش وحش، لا أنت مش عندك مشكلة في إدارتك ولا عندك مشكلة في لعبتك، أنت عندك إن هم اللي ضدك، هم اللي بيحاربوك، نفس اللعبة بتاعت اللي كانت بتحصل مع الزمالك. طيب هل يعني المرحلة اللي حضرتك بتتكلم عنها في الكورة بدأت تحديدا من أحداث بورسعيد؟ بدأت من نزول الألتراس ميدان التحرير في مصر في 25 يناير و 28 يناير، استخدام الكرة في السياسة، استخدام السياسة لجمهور كرة القدم. فدي اللحظة اللي بدأ فيها استخدام الفج والعلني والمتطرف، واللي أنا ما زلت أحذر إنه يا جماعة نفصل عواطفنا وحبنا للفرقة وما بين الواقع. نشوف الكارت اللي بعد. انا عندي معلومة كده ان يوم احداث بورسعيد حضرتك كنت في التحرير، وكنت وانت جورنال التحرير تحديدا يعني كنت بتملي طبعة التانية الاعلان بتاعها وكنت بتعيط. ده بجد؟ كنت بجد، يعني الشهود يقولوا، وهو دي حاجة مش تبكي، الشهود قاعدين جوا بيقولوا لي دي مش حاجة تبكي يعني شيء اكيد طبعا. وبعدين انا رجل بكاء يا اسمع، يعني انا ابكي حينما اتأثر، يعني ابكي قصاد فيلم، ابكي قصاد يعني انا مثلا لقيت نفسي بعيط بغزاره وانا بتفرج على اعتزال فيدرر ولعب التنس، واحس ان انا يعني بودع ذكرياتي وعالمي. الراجل ده صاحبني كثيرا جدا كلاعب تنس، طبعا ولا يعرفني ولا يعني انا عمري شفته، لكن في المحصله جزء من ذكرياتي ومحبتي كده. يعني اتاثر بشده فما بالك لما نشوف مجزرة ومهزلة حصلت. أكيد طبعا. السينما. السينما. سؤال السينما بيقولك في بداية مشوارك كسيناريست كنت هتشتغل مع أحمد زكي، إيه التفاصيل؟ أنا اشتغلت مع أحمد زكي. وليه المشروع مكملش؟ أنا اشتغلت مع أحمد زكي وعملت معاه كذا مشروع لم يظهر، والمشروع الوحيد اللي ظهر زي ما حكيت لك فيلم السادات، وأنا اللي أبيت بشمم وكبرياء غرير أحمق، ورفضت إن أنا يعني أكتب اسمي على السيناريو. الفيلم اللي بتكلم عنه تقريبا فيلم اسمه الليل وآخره. الليل وآخره ده كان أول مشروع، كان ده بطولة
استاذ احمد زكي واخراج ساندرا نشأت، مخرجة المبدعة اللي جت بعد 25 سنة تقول لي انه يلا نعمل الفيلم تاني. قلت لها يعني طب خلينا اقراه واقول لك رايي. وقلت يا ساندرا انا الفيلم الكئيب ده ليه دلوقتي؟ هل اتعرض على الاستاذ محمود عبد العزيز بعد فعلا الراحل احمد زكي؟ اتعرض على الاستاذ محمود عبد العزيز بس بطريقه يعني السيناريو راح للاستاذ محمود عبد العزيز، كان المنتج وقتها الله يرحمه الاستاذ سامي العدل، ف بعت له السيناريو واحنا خدنا معاه ساندرا، خدت معاه الاستاذ محمود واحنا نروح المكتب عشان نناقشه في الفيلم. رحنا ما جاش، حتى ساندرا كانت واخده تورته قد كده ومش عارف ايه وبتاع، فما جاش. ايه ما جاش ليه؟ قالت له الاستاذ محمود زعل علشان السيناريو بعته له الاستاذ سامي العدل مكتوب على الصفحه الاولى الى الفنان الصديق النجم احمد زكي، يعني قول لنا رايك في الفيلم. فطبعا اعتبر ان ده شيء يجرح كبريائه الفني. واستاذ محمود كان راجل جميل جدا وكنت بحبه قوي، كان يعني من الناس المعجبين جدا بكتاباتي وكنا على حوار دائم، وانا قابلته 3-4 مرات في حياتي، لو 4 مرات مثلا يبقى 3 مرات منهم في مكتبه قاعدين مع بعض في مكتبه، كانت مكتبه مدبولي الصغير. بس على فكره اسم الليل واخره اتعمل مسلسل من بطوله الاستاذ يحيى الفخراني، استعزم من ساندرا وساندرا وافقت. حضرتك صاحب الاسم برضو؟ اه اتقال لك؟ بس ده ساندرا صاحبتي فممكن عادي. ممكن تاخد الاسم زي ما عايز. نشوف الحبر السري الثالث. بنت السيناريست الكبير اسامه انور عكاشم قالت ان هي تتمنى ان حضرتك تكتب سيرته الذاتيه. أنا هل ممكن تعمل ده؟ انا اتمنى واتشرف. كام حد عايزك تكتب سيرته الذاتيه؟ ده والله ده برضو ده شرف كبير، بس الاستاذ اسامه اصله لحم اكتافنا من خيره، لحم اكتافنا ولحم افكارنا ولحم وجداننا لحم دماغنا قصدك، ولحم دماغنا من خيره من عطائه من ابداعه من عظمته، وهو اللي نقل المسلسل التلفزيوني نقله، انه يتكلم نقدر نتكلم عن الروايه التلفزيونيه. هو طبعا ومعاه اساتذتنا كلهم، وحيد حامد ولين رملي محفوظ عبد الرحمن يسري جندي محسن زايد محمد جلال عبد القوي، العمالقه دول اللي عملوا الدراما التلفزيونيه المصريه اللي هي كانت يعني سائده ورائده ومتميزه، واللي بنتمنى انها تفضل متوهجه دايما. يعني الكارت الثالث. الثالث يا ترى ايه بقى الأزمة؟ سؤال الأزمة بيقول لحضرتك ايه؟ هل تواصل معاك حد من علماء الأزهر بعد أزمة تصريح حضرتك في الإسراء والمعراج؟ لا. ليه؟ أنا اللي هسأل هما اللي يسألوا يعني. لا يعني ما حدش طلب يناقشك في الموضوع؟ لا ما حدش طلب يناقشني في أي حاجة أصلا. هما بيناقشوش، هما بيهاجموا بس. أي نقاش مش بالضرورة يوجه ليا، النقاش حقيقي إنه يوجه للناس، يعني إبراهيم قال هذه الأفكار والآراء، طيب بقت مطروحة للرأي العام فهم يناقشوها ويقولوا للناس. المشكلة الحقيقي لما هم بيطلعوا أي جهة من الجهات فيبقى مهمتها إنها تهاجم إبراهيم مش تناقش الأفكار، زي ما يطلع بيان منسوب للأزهر يهاجم مسلسل فاتن أمل حربي ويعني ويتهم اتهامات مقزعة إن صحت، يعني ده يعني تبقى يحاكم أصحابها ويعلقوا على عواد المشانق طبقا لي يعني فهمهم والتصوراتهم الدينية الضيقة والمتسلفة. إزاي يعني النقاش الحقيقي لما تحترم وجهة النظر وتناقشها نقاش بالدليل وبالحجة، مش إنك تهاجمها، مش انك تطعن فيها، ده ما اسموش نقاش، ده اي حاجه غير ما يبقى نقاش. ومش مهمتك انت الحكم على الاخرين، مهمتك عرض ارائك في التبيان والتوضيح والتفسير للناس. لو ابراهيم عيسى بيطلع يقول اي فكره دينيه، ابراهيم عيسى او غيره، اي شيخ او مجتهد او اي باحث او كاتب، فانت لو هذه القضيه مطروحه بقوه للراي العام فأنت تدلي بدلوك فيها تقول رأيك،
وتفند الآراء الأخرى، مش تقول لهم إن هذا تيار يريد أن يحارب الإسلام ويهدم العقيدة، وتيار متغرب مؤجور وموتور ومش عارف إيه بيلا. إيه كلام الفارغ ده؟ حضرتك ده كلام فارغ، ده هراء. أول ما أول علامات الهراء إنه مالوش أي دليل ولا أي بينة ولا عندك أي يعني قرينة حتى، ثم هو خارج الموضوع. ناقش الموضوع، مش تبقى مشغول بالتشويه والتشهير وخلاص. والمهم إن كل اللي بيعملوه ما نجحش، يعني أقصد ما منعوش، يعني كل الهجمات دي لم تمنع أحدا من أن يقول رأيه ويصر على أن يقول رأيه ويصمم على أن يبدي رأيه. فما تجربوا حاجة تانية، أن أنتوا تناقشوا الناس بدل ما تهاجموهم وتشوهوه. طيب عندي سؤال كده يعني نفسي أفهمه بصراحة، بما أن حضرتك على قدر من العلم الغزير، يعني ليه استعنت بالدكتور سعد الدين الهلالي؟ فين؟ كفاية أمل حربي تحديداً، ليه؟ أولاً أنا يشرفني إن إحنا استعنا بالدكتور سعد الدين الهلالي، ده أستاذ الفقه المقارن ورئيس قسم الفقه المقارن، وواحد من وهو واحد من، وأنا بكلمك دلوقتي هو مشرف على 10 رسائل دكتوراه في أسبوع كده يعني بي يعني ها؟ فإنما الاستعان بيه المنتج بشأن يعني قال ان حضرتك اللي استعنت بيه؟ لا، واللي كلمه وعرض عليه المنتج، مش عارف طبعا منتج فنان كبير جمال العدل. فانا زي ما استعان بخبراء قانونيين، مستشار قانونيين دكتور محمد الغمري واستاذه نهاد ابو القمصان، فانا لما اقترح الدكتور سعد الدين هلالي مستشارا للحلقات فاتن امل حربي، ولكن اسعدني وشرفني وزادني فخرا إن هو اللي راجع. في فيلم تحديدا بطولة آسر ياسين، فيلم صاحب المقام، صحيح اتقال إنه مسروق من فيلم إسرائيلي، اتقال صح. طب ليه ما طلعتش؟ اتقال واتعملت يعني هجمات جبارة. طب ليه ما ردتش؟ ما هو أنا أقول لحضرتك، أنا لو رديت على كل تهمة أو على كل حاجة بتتقال من الغث اللي بيتقال، يبقى أنت بتستنزف نفسيا، تستنزف في وقتك، مش نفسيا ولا حاجة، نفسيا ما التهمة ملقاة، إنما إنك بتستنزف وقتك واهتماماتك وجهدك وطاقتك. أنا أفضل إن أنا أكتب وأكتب وأكتب وغيري يهاجم ويهاجم ويهاجم. وأنا خلصت فقرتي وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. هجوم علاء مبارك عليك كانت واقعة ولا تصفية حسابات قديمة؟ ولا أي حاجة يعني، يعني مواطن عادي يعني ما يقول رأيه. إبراهيم عيسى الأذان يزعج السائح في الفندق. أي هجوم على محمد رمضان ما بيبقاش مقصود منه محمد رمضان، أي مساس بالميكروفون مساس بالدين شخصيا. أي شخصية عامة عامة اسمه بيتحط في أخبار كتير، المهم لما يشوف الخبر يقول إيه؟ ده خبر أبيض. خبر أبيض. هعرض لحضرتك شوية أخبار وهسألك عليها أسئلة. أول خبر، إبراهيم عيسى يتعاقد على مسلسل حضرة العمدة من بطولة روبي. احكي لنا تفاصيل المشروع والكواليس، وليه رشحت روبي تحديداً للبطولة؟ الحقيقة يعني التوقيع العقد كان من خلال من أسابيع فاتت، والمشروع لرمضان القادم بإذن الله، والشركة المنتجة فنون مصر أستاذ ريمون مقار أستاذ محمود محمد محمود عبد العزيز، وهم يعني شركة متميزة وذات يعني حضور فني رفيع. وحضرة العمدة مشروعي لي يعني استعادة قيمة وأهمية ودور المرأة المصرية في المشهد كله، إن أنا بتكلم على عمدة، امرأة عمدة لقرية بكل ما في نسيج هذا القرية بقى من تشابهات مع النسيج المصري كله، بكل المشاكل اللي هتواجهها هذه المرأة العمدة. احنا عندنا
أكثر من سيدة عمدة فعلا في الواقع المصري. ومن ضمن الإنجازات العظيمة اللي حصلت انتصارا للمرأة المصرية في السنوات الأخيرة أن التعديل الخاص بقانون العمد والمشايخ أو الجزء الخاص بالعمد والمشايخ في الإدارة المحلية، كان زمان يقول لك أنه لازم يكون مرشح ذكر، فتشالت المذكر دي خالص، خانة دي تشالت خالص، فبقى المرشح الجميع يعني. وفعلا الدولة في المصرية تشهد الآن أكثر من عمدة امرأة وسيدة، وأعتقد أن هم يعني يمثلنا صورة عظيمة للمرأة المصرية. الخبر اللي بعد، بس دي أخبار بيضاء فعلا. ده بقى خبر أسود. ليه؟ فيديو إبراهيم عيسى الأذان يزعج السائح في الفندق. طبعا الاقتطاع والافتزاء لعنوين زي ده مسألة مش بقت معتادة ويعني واعتادها المرأة. لكن تفضلي طبعا. لا يعني مثلا عليه أو سألي أنت عايزة. لما حضرتك بتسافر أي دولة أجنبية وتشوف شعائر الدولة دي أو طقوسهم، ليه مش بيكون إزعاج؟ إيه الطقوس والشعائر اللي أنت بتشوفها كسائح مصري في كسائح أجنبي في مصر عامله لك ازعاج؟ مفيش حاجه عامله لك ازعاج. الميكروفونات اللي عامله الازعاج، مش الطقوس والشعائر. الميكروفون عامل ازعاج، اللي انا كنت بتكلم فيه الواقعه دي، انه في سويت في جناح في مينا هاوس في قلب الـ 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 المنشاه السياحيه، انما انه الناس بتصلي في مصر هيزعج ده السائح في ايه؟ هيقف يتفرج، حاجه بالنسبه له طقس لطيف. انه الاذان بيد ما هيسمع الاذان بيد الناس يعني ينصتوا إلى ما أقول، ثم تخرج جماعات بقى أو مجموعات وتقتطع وتقوم عاملة الحكاية إن إبراهيم عيسى شايف إن الأذان مش الأذان المزعج. لكن إيه الحب الشديد للميكروفونات ده؟ ليه يعني وكأنه أي مساس بالميكروفون مساس بالدين شخصيا. أي صخب وضجيج هيزعج، مش الطقوس والشعائر اللي بتزعج. بس خلاص. الخبر اللي بعد، لم أرى هذه الجرأة، محمد رمضان يعلق على رأي إبراهيم عيسى في زيارته الإسكندرية. شايف تصرفات وتصريحات محمد رمضان في الفترة الأخيرة دي بتظلمه ولا تبقى في صفه؟ هو محمد رمضان نجم ناجح وجماهيري وكمان مغني راب شهير ومهم، وعنده منتج غنائي وموسيقي لافت للاهتمام جدا، واللي المفروض بيدرس ظاهرة الراب ونجاحها وتواجدها بين الجمهور العربي لازم ينتبه جدا لدور محمد رمضان في هذا السياق. ومحمد رمضان في نفس الوقت هو ابن هذا الجيل، هو محمد رمضان أصغر نجم سنا وأكثر نجم متواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، وفهمها بدقة شديدة جدا وعارف وقريها. يعني أنا رأيي أنه لو مصر، لو في إدارة في مصر، وزارة الاتصالات، أي جهاز من أجهزة أو مؤسسة مؤسسات عايزة تخاطب الشباب وعايزة تخاطب المصريين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تستعين بمحمد رمضان، يبقى أحد الجالسين على مقعد على دائرة أو مائدة نقاش إزاي وسائل التواصل الاجتماعي تأثر في المجتمع، لازم يبقى قاعد محمد رمضان من كتر خبرته وقدرته وتأثيره. ومن هنا بيجي الصخب اللي في الرد عليه. لكن اللي أنا عايز أقوله بشدة، يعني أي هجوم على محمد رمضان ما بيبقاش مقصود منه محمد رمضان. أي هجوم على أي فنان في مصر بيبقى المقصود منه الهجوم على الفن نفسه، على قيمة الفن نفسه، على صورة الفنان المصري، على أنه يعني يشوه في هذا النجم أو تلك النجمة، في أنه يقلل من دورها وتأثيرها، في أنه يحط الفن في باب العيب والحرام واللي ما يصحش. ده هدف أي فكر ظلامي وأي فكر محافظ ومتزمت. كون أن الناس لها أمزجة مختلفة، لها أذواق مختلفة، أنا ذوقي غير ذوق فلان، غير ذوق علان، غير ذوقي غير ذوق فلانة، كل واحد منها له ذوق. جمال الفن أنه متعدد الأذواق، ما فيش حاجة أحسن من التانية، ده اسمه فن. كل الأنواع موجودة، كل الأنواع مطروحة. أنت بتفضل ده زي ما في حد مثلا بيفضل طبق معين في الأكل، ده مش معناه أنه الأطباق الأخرى يعني محدش تاني يفضلها. كل شيء متنوع ومتعدد. هم عايزيننا يا أسمى كده،
الفن يبقى نمط واحد، الأفكار نمط واحد، السياسة حزب واحد وفكر واحد، كل شيء هو التنميط. ده أحد مشاكلنا الكبيرة. طيب إيه النقطة بقى اللي أنت تقعد تضرب فيها وتكسب جماهيرية وتعمل فيها محافظة على الأخلاق؟ إنك تضرب في الفن. طب بالنسبة بقى إن محمد رمضان عامل مسلسل في رمضان اللي جاي اسمه العمدة، وحضرتك عندك حضرة العمدة، تشابه الأسماء ده مش حاسس منه إنه ممكن يجربه؟ لأنه مسلسل محمد رمضان قدم للرقابة قبلي، ولأنه اتفق على إنتاجه قبلي، فأنا أعتقد إنه حضرة العمدة بتاعنا هيبقى اسم شارح أو ثانوي أو يبقى في عنوان تاني كبير له. هيتغير اسمه يعني؟ غالبا. ده انفراد لينا على فكرة. ده انفراد ليك. تمام. آخر خبر معانا. مش خبر أبيض خالص. وقعت استدالي والقرآن تدفع علاء مبارك لمهاجمة إبراهيم عيسى، وانت مالك؟ هجوم علاء مبارك عليك كانت واقعة ولا تصفية حسابات قديمة؟ ما أعرف، مش مهتم. يعني علاء مبارك زيه وزي غيره، يعني إيه الإضافة اللي عند علاء مبارك يا أسماء يعني عشان تتوقف عنده وتنتبه؟ يعني هل هو مواطن مصري؟ لا يمكن بقيت بص حضرتك اتعرضت في الموقف ده بالذات لانتقادات كتير جدا، بس مش كل الناس عندها تويتر او كل الناس ممكن تطلع تهاجم. ليه؟ هو هاجم حضرتك بانه شخص معروف دلوقتي، كان الهجوم عليه ترند يعني، وكان انت على طول الهجوم عليك ترند، وكان موجود متصدر الترندات الهجوم عليه في تويتر، بس هو رايه سمع عشان الالاف التغريدات من شخصيات عامه وخاصه ومواطنين عاديين ومنهم علاء مبارك. ايه بقى ايه يعني ايه المهم قوي في حكايه انه علاء مبارك علق؟ ما خدتهاش تصفيه حسابات ولا تصفيه حسابات ولا حاجه، دي اراء الراجل يقول زي ما عايز. انما هو بالنسبه لي اللي هو باحث ولا مفكر ولا كاتب ولا متخصص ولا اي حاجه، يعني مواطن عادي يعني، ما يقول رايه. انتوا يعني كونوا انه ابن رئيس او كونوا انه اسمه مشهور، هل ده يمنعه انه يقول رايه؟ لا، يقول رايه، يقول رايه زي ما هو عايز. لا بس ازاي مش ممتن ليك وحضرتك قدمت شهاده تاريخيه في المحكمه انقذت الرئيس الاسبق من السجن؟ لا مفيش شهاده انقذت الرئيس الاسبق من السجن، وانا شهادتي كانت من ضمن شهادات كثيره اخرى، وانا كنت شاهد كخبير يعني انا كنت اسال في المحكمه كشاهد عيان باعتباري واحد من المتظاهرين لما كنا بنسال، كان المحكمه بتسالني على المظاهرات، ثم كخبير باعتباري محلل سياسي وكاتب، وسيادة المستشار الرشيدي كان بيقول هذا الكلام كمقدمة أيضا لكل سؤال، يعني يقول لي هنا بقى باعتبارك كمحلل سياسي، وكان يعني سيادة المستشار الجليل كان بينعم عليا يعني ويتكرم بأوصاف جميلة ورقيقة وكريمة منه يعني في وصف إن أنا محلل سياسي كبير و و و إيه رأيك؟ فأنا كنت بقول رأيي، لا يهمني بقى علاء مبارك يمتن او ما يمتنش، ويمتن ليه اصلا؟ واحد بيقول رايه وبيقول الحقيقه من وجهه نظره، يعني مش مطالب علاء مبارك ولا غيره انه يمتن لاي حاجه انا بقولها، لانه انا اقوله ومؤمن بيه ورايي، ما بقولش لحد عشان يزعل او يتضايق او يمتن او يشكر، لا اطلب جزاء ولا شكورا من احد، لا هو ولا من غيره. انا راجل استهدف الحق والحقيقه كما اراها، يعني كما اراها كما اؤمن بها وبقولها، عجبت ما عجبتش دي يعني بتاعت كل شخص، والناس أحرار تمام. إذا كنت أنا أطالب بالحرية في كل شيء، همنع حد من ينتقدني أو يهاجئ أو أزعل؟ خلاص بقى يعني. طبعا الفقرة دي اسمها خبر أبيض، بس في يعني خبر أسود كل شوية والتانية بيطل علينا. تهديد الأستاذ إبراهيم عيسى بالقتل أو إحلال دمه. ما بتخافش؟ يعني انا لو قلت ان انا ما بخافش، هل حد هيصدقني انه في حد ما بيخافش من القتل؟ الانسان الشجاع هو اللي يخاف يعني ويحذر، لكن هل ده بيخليك تتراجع تتغير تتوقف عن ابداء رايك، تفقد يعني شجاعتك في التعبير عن كل الافكار اللي في ذهنك؟ لا يعني، انما طبعا لما يبقى يعني تنظيم القاعده منزل يعني فتوى بقتلك وبحل دمك وبيدعو ذئابه المنفرده انه يمن لنا بهذا الخبيث، يعني فطبيعي انك انت تقلق وتنزعج، انما لما
تنظر بدقة يعني للمشهد، هل هذا الانزعاج أدى إلى تراجع؟ هل أدى إلى تجمد؟ هل أدى إلى تخوف في آرائك وكتاباتك؟ هل أدى إلى غياب لصوتك والآرائك؟ لا. أنا هختم فقرتي دي وأدعي لحضرتك ربنا يحميك. الله يحفظك يا رب ويخليك لينا ولكل تلاميذك. أشكرك جدا. ربنا يخليك يا رب. فاصل. أكتر لاعب في الأسامي دي قدم يعني دور قوي لمنتخب بلده، محمد صلاح والأسطورة المصرية فخر العرب الأولى والأخيرة. مين من لاعبي الأهلي يعني كزملكاوي تتمنى ان هو يروح الزمالك دلوقتي؟ ولا لاعب من الاهلي يستحق الزمالك. مصطفى حسني، عبد الله رشدي، امير منير، مين في الدعاء المنتشرين على السوشيال ميديا ممكن تسمعه؟ انا مش معني بالمنتج بتاعهم خالص. في حياتنا أصحاب وقت الشدة بنلاقيهم أي كلام، بس ساعات بنقول إيه؟ صاحبك العيبه. هسأل حضرتك 5 أسئلة وبعد ما تجاوب عليهم هتختار لي شخص معين قريب منك قوي عارف كل الإجابات دي وهنكلمه. طيب ده امتحان صعب بس يلا ربنا يبارك. يلا بيه صعب، ده لعبة. لو لا قدر الله حصلت لك مشكله مين ممكن تتصل بيه تاخد رايه اول حد بيجي في بالك؟ اميره مرافي. التقديم التلفزيوني ولا الكتابه اقرب لقلبك؟ الكتابه. عمرك حبيت وما طلتش؟ اكيد حبيت الحمد لله من ستر ربنا ان انا ما طلتش. طب هي بقت حد معروف دلوقتي ولا لا؟ ما لا ده يعني على مستوى اكاديمي وبحثي ملوش دعوه بقى بالجماهير، ما يعرفوهاش يعني، بس الحمد لله جدا مراتي تعرفها يعني. حتى في الجواز مستوى اكاديمي وبحثي. طيب ايه الموهبه اللي لسه جمهورك ما شافهاش فيك؟ تحليل مباريات كره القدم. والله كمان محلل كره قدم ما شاء الله. هو ده مش وحش. طيب كم عمل عندك ما طلعوش للنور لحد دلوقتي؟ ده كتير، في عمل كتير، كذا سيناريو، في سيناريو فيش ولا منتج تحمس له. ليه؟ وفي سيناريو فيش ولا ممثل ولا نجم وافق عليه. ليه؟ يعني في سيناريو عدى على 8 نجوم والتمانية رفضوا بإباء وشمم يعني. ليه ليه؟ ما اعرفش، دي ربما يكون يعني إيه ما بيلبيش حاجات في السيناريو. عن ايه دي يعني؟ انا يعني عندي سيناريو اللي هو عن مغني او مونولوجيست، عن ارهابي تخفى في فرقه مزيكا، ووجوده في فرقه المزيكا دي غيرت حياته وخليته يتراجع عن الارهاب. ممكن احكي لك بقى 8 ممثلين رفضوا، 8 مش تقدر تقولي اساميهم؟ بصي كل اللي انت تعرفيهم رفضوه. معقول؟ مين يعرف الاجابات دي عن حضرتك؟ في 3 افراد ممكن يعرفوا الاجابات دي، لكن افضل ان انا اكلم شادي لان واحد من الثلاثة يعني. فشادي عيسى. ومين الاثنين التانيين؟ زوجتي واحد اصدقائي القريبين للغايه. طب ممكن نكلم شادي دلوقتي؟ طبعا ممكن نكلم شادي جدا، ربنا بقى ينصفنا ويجاوب اجابات قريبه من اللي انا جاوبتها. يا رب، بس المهم تبقى حاطط الموبايل على السبيكر. طبعا على السبيكر، حافظ البرنامج بقى. الو يا استاذ شادي، ازي حضرتك؟ ابراهيم صباح. عامل ايه يا استاذ شادي؟ انا بخير. أنا في برنامج على الهواء أسجل وقالوا لي شوية أسئلة فجاوبت عليها، برنامج حبر سري وأكيد أنت شفت حلقات منه. طب فقالوا لي طيب بقى ممكن يجاوب الأسئلة دي مين ويبقى عارفها، فأنا قلت لهم 3 شخصيات وأرشح منهم الأستاذ شادي عيسى.
اخي وصديقي وهارون يا اخي طبعا. فربنا يستر وتجاوب الاجابات اللي انا يعني قريبه من اللي انا جاوبتها. معاك الاستاذه عسمه مذيعتنا الجميله منوره يا فندم. ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ ومتالقه دائما. ربنا يخليك يا رب. شكرا. ايه رايك في الصوت؟ قريب من صوت ابراهيم ولا مختلف؟ لا مختلف. صوت عميق، صوت من الماضي. ايوه والحاضر ايضا. اول سؤال، لو الاستاذ ابراهيم لا قدر الله حصلت له مشكله، اول حد بياخد رايه مين؟ والله حسب المشكله، لو مشكله مثلا في شغل او مشكله في امر خاص اكيد بلا ادنى شك هتكون اميره. هو قال كده فعلا. طيب هو اكتر حاجه قريبه لقلبه ايه، التلفزيون ولا الكتابه؟ اكتر حاجه ممكن تبقى بعيده عن قلبه التلفزيون. الاقرب اكيد الكتابه. الله 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 يا عبد الشادي. الله 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 يفتح عليك. وعلى فكره ابراهيم كان شاعر كمان بس بطل شعر. انا دايما اوصف نفسي ده الكاتب يعني. الكاتب دي الصفه اللي انا عايز يعني لو كتب على ارض على قبري كده كده الكاتب ابراهيم عيسى. ربنا يديلك طول العمر يا رب. طيب هو عمره كده حبه ما طلش؟ ومين اللي محبه؟ ايوه ايوه يا عم شادي. ايوه ايوه دوست على الوجع انا ولا ايه؟ لا ده جبت الوجع ابراهيم شويه. لا انا قلت لها الحمد لله ان انا ما طلتش. طيب ايه الموهبه اللي موجوده فيه ولسه جمهوره ما اكتشفهاش؟ ها؟ اه لا لا موهبه نظري ابراهيم موهوب في كل شيء. الله يحفظك. لكن هقول لك حاجه وما اعرفش هو قالها ولا لا. لكن هو بريف زملكاوي زينا كلنا. فموضوع الكوره عنده حاجه يعني كبيره جدا، وحواراتنا في التحليل وتوجهات نظره الفنيه في الكوره تفوق محللين كوره لعبوا كوره اساسا. الله يخليك يا شادي حبيب قلبي. انت قاعد معانا غالبا. انت قاعد معانا ولا ايه؟ خلي بالك حضرتك حاجه، المناقشات الدائمه اللي بينه وبين ابراهيم هي مناقشات كوره والرياضة ووجهات نظر. لسه حتى كان من يومين بيكلمني في حاجة كده تخص يعني إجراءات كلام نجم يعني فيما يخص الكرة، وعنده وجهة نظر كانت رائعة بصراحة. فهو يملك القدرة على الحاجات كتير أوي. هو كلمك أو علق معاك على التعليق اللي انت قلته ده يا شادي؟ اه طبعا فعلا. اه مين ده بقى؟ مين؟ لا ده شادي يقول انا مش دعوه. طب مين؟ مين يا شادي بتقولي هيموتني؟ السؤال الاخير. السؤال الاخير ايه؟ ما اعرفش. كم عمل عند استاذ ابراهيم ما طلعوش لسه للنور؟ والله انا على ايدي بتاع 10. على ايدي 10. ما هو عارف اللي انا بكتبه. ده هو قال لي على عمل واحد. مش مصدقه ان انا مش في اعمال مش لاقي لها منتج يوافق عليها، وفي سيناريو 8 ممثلين رفضوه، 8 نجوم رفضوه. في حاجات في الادراج. وفي حاجات في الادراج. طب اشكرك يا شادي والله جدا انصفتني. شكرا يا استاذ شادي. استاذه عسمه بتحييك. ربنا يخليك نورتني. شكرا يا شادي. سلامي للاستاذ يوسف والاستاذ سليم. وهما بيرسلوا كلام. سلام. برضه هموت واعرف مين اللي سالته عليه دلوقتي. ما تقوليش لشادي بس، هو ميدو. ميدو مش هقول له خلاص. طيب انا دلوقتي خلصنا وما شاء الله يعني نسبه التطابق 100% مذهله. فدلوقتي ربنا يخليكم لبعض طبعا، ودلوقتي هنروح نشوف ايه؟ ايه؟ مالكش عزيز. اوه مالكش عزيز. الفقرة دي هعرض لك مجموعة صور وهسألك عليها أسئلة. عظيم. أول مجموعة معايا اتفضل. آه. محمد خان، عاطف الطيب، داود عبد السيد. طبعا مع حفظ الألقاب. أكتر مخرج في دول كان نفسك تشتغل مع مين؟ أنا قدمت سيناريو للأستاذ عاطف الطيب وقال لي يا إبراهيم، كان وقتها عمري تقريبا 24 سنة أو 25 سنة، قال لي يا إبراهيم لو السيناريو ده أعلى من 50% كنت عملته لك، بس هو أقل من 50%. عملت مع الأستاذ محمد خان أكثر من سيناريو، كان عاشق لما أكتب الحقيقة، وأنا عندي يعني رسالة صوتية زمان كان الأنسر ماشين محمد خان بيتكلم عن كتابتي شعرا
ومعرفناش نلتقي في الآخر في عمل سينمائي، بس أنا قعدت معاه مثلا 100 جلسة. رحنا وكان عندنا مشروع جميل قوي مع أستاذ محمد خان وأستاذ صلاح السعداني، ورحنا قعدنا في مارينا زمان أيام مارينا كانت يعني ملء السمع والبصر، بس قعدنا في الشتاء في فيلا الأستاذ صلاح السعداني نناقش في عمل كنا بنعمله سوا إحنا التلاتة، وبرضه ما تمش وما أنجز. كان اسمه إيه العمل؟ كان اسمه الحرب المصرية الأمريكية. كان عن زوج مصري متزوج من أمريكية، وبعدين بيحصل بينهم خلاف وطلاق، هي عايزة تاخد أطفالها أمريكا وهو عايز يحتفظ بهم في مصر، فبتحصل الحرب المصرية الأمريكية بين الطرفين. يعني ده كانت القصة. الأستاذ داود عبد السيد يعني ما تشرفتش بأن بينا علاقة عمل، لكن متشرف بأنه أنا يعني من محبي وعشاق ومريدي، ومن اللي أنا بعتبره مفكر سينمائي مش بس مخرج وكاتب سينمائي. أحب أشتغل مع مين؟ لو إن ربنا قدر يعني وكان نفسي أنجز مع الأستاذ محمد خان أي من الأعمال اللي إحنا كنا عشناها سوا دي. الله يرحم. الله يرحم. المجموعة الثانية مصطفى حسني، عبد الله رشدي، أمير منير. مين في الدعاء المنتشرين على السوشيال ميديا ممكن تسمعه أو تتابعه؟ مفيش ولا داعية ممكن أسمعه وأتابعه، إنما الظاهرة نفسها بتلفت نظري باهتمام يعني وبشدة. كل ولا واحد فيهم؟ لا أتابعه يعني دي مسألة صعبة قوي إن أنا أتابعه، إنما ممكن يعني فيديو ما حد بعتهولي من أصدقائي تأمل ده، اسمع ده، شوف ده، أنا مش معني بالمنتج بتاعهم خالص، بما فيه يعني بما فيهم رقيقهم الأستاذ مصطفى حسني أو الخشم فيهم في أفكاره، مش معني بالمنتج ده. المنتج ده مش هو اللي أنا أقعد أسمعه وأتأمله وأتعلم منه أو حتى أناقشه أو أثير جدل معاه. أنا مهتم بيه إن أنا أتابع وأقرأ أفكار وكتب تستطيع إنك تبني بيها بناء معرفي، إنما الوعظ مش موضوعي خالص. أنا مش منتظر وعاظ، أنا يعني أستمع لعلماء، أنا أنصت يعني أساتذة كبار زي الدكتور عدنان إبراهيم، زي يعني في أساتذة كبار تسمعهم زي الدكتور الشيخ البطي الله يرحمه، زي حتى محاضرات القديمة للشيخ الغزالي، دول ناس يعني عندهم أفكار يقولوها مش وعظ. أنا مش محتاج وعظ ومش محتاج وعظ. يعني مش هتختار ولا واحد فيهم؟ لا خلاص، أشكرهم على جهدهم يعني، وربنا يجازيهم على قد نيتهم وعلى قد عطائهم يعني. المجموعة الثالثة والأخيرة معانا، أكتر لاعب في الأسامي دي قدم يعني دور قوي لمنتخب بلده، محمد صلاح، شيكابالا، أبو تريكا، تختار مين؟ لا ده مش موضوع، ده مش موضوع للسؤال. محمد صلاح والأسطورة المصرية فخر العرب الأولى والأخيرة. والأخيرة؟ طبعا ما أظنيش أنه في حد يمكن أن يكرر نسخة هذا الشاب من الدأب والعمل والاجتهاد والنجاح المصريين بخير برضه الذات. يعني أتمنى وإن لم أكن أتوقع، لكن عموما لو حصل ده يبقى شيء عظيم يعني. يا رب. إنما محمد صلاح هو الذي منح يعني منحنا الكثير، مش الكرة المصرية بس، منح مصر حتى كاسم سمعة وقيمة معنوية كبيرة. هو الملك المصري المتوج الذي لا يمكن مقارنته بكل عطاءات اللاعبين الآخرين مهما بلغت شهرتهم أو مجدهم أو حتى ما منحوه لأنديتهم أو يعني لمنتخبهم. محمد صلاح يعني أمة، كان أمة، هو حاجة لوحده خالص. سؤال أخير قبل ما أختم الحلقة النهاردة، مين من لاعبي الأهلي يعني كزملكاوي تتمنى أن هو يروح الزمالك دلوقتي؟ ولا لاعب من الاهلي يستحق الذهاب الى الزمالك في البورد الحالي ولا يعني، ولا لاعب ولا الزمالك محتاجه. لو قلت لي زمان هقول لك يا ريت كان بركات وسيد معوض واحمد فتحي والاهلي ممكن يزعل يعني ليه؟ طب ما هو دول كان لعيبه في الاهلي، يا ريت كانوا راحوا الزمالك كان يبقى يوم المنى والهنا. انما دلوقتي جيل الاهلي الحالي ما فيهوش اي لاعب يمكن ان يضيف للزمالك، حتى اللعيب الكويس اللي ممكن انا اعتبره الموهبه قادرة على أن تعمل حاجة زياد طارق، في الزمالك أحمد فتوح وفي الزمالك كتير يعني بموهبته أعلى من موهبته،
فمش محتاج يعني. عموما انا الحلقه عندي خلصت، بس في مفاجاه ايه يا رب لحضرتك. ايه؟ هنشوفها مع بعض ان كان على السلام، فده طريقي الى السلام. ايه ده؟ ده انا عايز اقول لك ان احنا ماشيين على ارض الغام، والراجل اللي زرع الالغام مات وما سابش خريطه. انا محترم جدا كسلك، لا في ايدي سيف ولا تحت مني فرس. هم ليه مزعلين نفسهم؟ انا اللي نفسي اقول كفايه بقى واخلص. لا 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 قال إيه لا 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 حاجة أبو يعني قال إيه والدنيا قالت إيه. طرود بقى ناوي لحسدنا كده. نحن مطمئنون تماما الحمد لله. حد يطول الأمر ينصحه يعني. كان لطيف وطاقة إيجابية جميلة الأستاذ أبو يونس. أنا متأكد أنه مراتي عارفة ما سألتني، فالإجابة آه وقوية. ده ايه الجبال ده يعني؟ ايه رأي حضرتك؟ ده فن تلفزيوني رفيع المستوى وحالة جميلة ورائعة يعني، تتوج حلقة أنا استمتعت بيها وتعلمت منها كمان وفيها يعني. اتعلمت منها طبعاً. ربنا يخليك طبعاً يا رب. طبعاً والله أنا مبسوطة جداً أن كنت مع حضرتك النهاردة، وبجد يعني حلقة للتاريخ. شكرك جداً. ربنا يخليك يا رب، نور تاني. الله يحفظك، شكرك جداً يا اسم. ربنا يخلي حضرتك يا رب. أشوفكم في حلقة جديدة وحبر سر.